الطالب كورولوس مينا ألبير من أبنائنا المغتربين في الخارج من أبو ظبي هيقدم الإصحاح الخامس من إنجيل معلمنا ماري بتا البشير. إنجيل صلاة الساعة 6. فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأنهم ملكوت السماء، طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعظون، طوبى للرضعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل لأنهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شك كذب افرحوا اطلعوا أن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم، أنتم ملح الأرض، فهذا فسلم فبما يوم الله لا يسرح بعد شيء إلا يطرح خارجه وغدوس الناس، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كانوا على جبل ولا يكدون ساقا ويضعون تحت المكيال، بل يضعون النار مولانا فدين كل من في البيت، فكذا ندين نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة نجد أباكم العظيم في السماء، والمجد لله دائما آمين. برافو يا كرولوس.